كشفت حركة طالبان الأفغانية أن الولايات المتحدة تعهدت بسحب قواتها من البلاد بحلول أبريل نيسان المقبل. جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في الحركة التي يمثلها وفد في محادثات انطلقت أمس في العاصمة الروسية موسكو في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان. ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المسؤولين بالحركة الذين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الولايات المتحدة تعهدت خلال المحادثات الأخيرة في الدوحة بسحب قواتها من أفغانستان بحلول أبريل نيسان المقبل. أخبرنا الأمريكيون أنهم سيسحبون نصف قواتهم من أفغانستان بداية من الشهر الجاري وحتى أبريل المقبل، وبالنسبة لقواتهم المتبقية سيتم إنشاء لجنتين فنيتين، واحدة للولايات المتحدة والأخرى لحركة طالبان. اللجنتان ستعدان جدولا زمنيا لسحب القوات المتبقية، ووفقا لهذا الجدول الزمني سيتم سحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان. من موسكو ينضم إلينا مراسلنا محمد حسن. محمد، هل من تعليق أمريكي وروسي أيضا الدولة المضيفة على تصريحات مسؤولين في حركة طالبان؟ نعم، بالنسبة لروسيا طبعا شددت منذ بداية أو حتى قبل وصول الوفود الأفغانية إلى موسكو على أنها ليست لا شأن لها بهذه المفاوضات، وأن المفاوضات بمبادرة أفغانية. رأى بعض المراقبين في هذا الموقف بأنها تريد الحفاظ على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى من جهة أخرى. مراقبون آخرون رأوا في هذا التصريح المتوازي مع الإعلان الرسمي من الخارجية بأن الخارجية تراقب عن كثب هذه المفاوضات أن روسيا لا تريد أن تظهر في مظهر الخاسر، لأنها تعي جيدا بأن واشنطن هي المبادرة والمتحكمة في الوضع في أفغانستان، وموسكو تراهن على القوى التي تظهر في الصف الثاني إن بدأت تتراجع القوى الحاكمة في أفغانستان الحالي. بالنسبة لمفاوضات اليوم، انتهت المفاوضات وقبل دقائق قرأ الإعلان الرسمي. ما لم يكن شيء يذكر بأن هذه المفاوضات في موسكو سوى أنها جرت في نفس القاعة التي استضافت فيها موسكو المفاوضات قبل 3 أشهر. حينها الاختلاف الوحيد كان هو أن الوزير الروسي سيرجي لافروف كان على رأس تلك المفاوضات. هذه المفاوضات لم يكن بها أي أحد روسي، أي مسؤول روسي، وحتى البيان قرأ باللغة الأفغانية ولم يترجم للصحافة إلى اللغة الروسية. نعم. ولكن سرعان بعد ذلك خرج حامد كرزاي إلى الصحف وقال أبرز ما جاء فيه هو الاتفاق على تشكيل خطة شاملة، أحد عناصرها هو انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وهناك عناصر أخرى لم يتم التطرق إليها مكملة لهذه الخطوة تقوم بتسهيل خروج القوات الأمريكية. نعم. من أفغانستان. شكرا جزيلا لك محمد حسن من موسكو.